كيف يجني تطبيق واتساب الأموال من مستخدميه؟ طريقة ذكية وماكرة. كانت بداية تأسيس تطبيق واتساب في عام 2009، حيث عمل مؤسساه جان كوم وبراين أكتون معاً في شركة ياهو لمدة 9 سنوات، وبعد مغادرة ياهو تقدم كلاهما بطلب توظيف لدى فيسبوك، ولكن تم رفضهما. وبعد الرفض أدرك الزميلان أن صناعة التطبيقات كانت سوقاً غير مستغلة تستعد للنمو. عندها قررا إطلاق الإصدار الأول من واتساب، ولم يكن حينها التطبيق يتيح المراسلة، بل كان كل ما فيه هو أن جميع المستخدمين يمكنهم تحديث حالاتهم فقط، والتي يمكن رؤيتها من قبل أشخاص آخرين. وبعد فترة حصل التطبيق على دعم من شركة أبل، وهو ما أسهم في جذب المزيد من المستخدمين، حيث وصل عددهم حينها إلى 250 ألف مستخدم. وبعدها أعجب المستخدمون بالفكرة، ما أدى إلى تحويل التطبيق لخدمة مراسلة فورية للهواتف الذكية. وبحلول مطلع عام 2011 أصبح تطبيق واتساب جزءا من أفضل 20 تطبيقا في قائمة تطبيقات أبل ستور. ومع نمو التطبيق بشكل متزايد وانتشاره عالميا، بدأ المؤسسون في جذب انتباه المستثمرين. ومع ذلك كان المؤسسون يقاومون، لأنهم أرادوا تأسيس منتج خال من الإعلانات وقبول أموال المشروع قد يجبرهم على التنازل عن قيمهم. ومع الشهرة التي اكتسبها واتساب، اشترت شركة فيسبوك التطبيق في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، وحينها كان عدد مستخدمي واتساب وصل إلى 450 مليون مستخدم حول العالم. وحتى اللحظة لا أحد يعرف مقدار الإيرادات التي يجنيها واتساب بالضبط، باستثناء فيسبوك، لأن الشركة الأم لا تشارك في توزيع الإيرادات للمنتجات المختلفة التي تديرها. وفي الربع الأول من عام 2014 حقق واتساب عائدا ضئيلا قدره 1,280,000 دولار، ولكن كان ذلك في الماضي عندما كان واتساب يفرض رسوما على المستخدمين تقدر بنحو دولار واحد في السنة بعد السنة الأولى من الاستخدام. وفي يناير عام 2016 توقعت مجلة فوربس أن يصل متوسط إيرادات واتساب لكل مستخدم إلى 4 دولارات بحلول عام 2020، مما قد يؤدي إلى عائدات تبلغ نحو 5 مليارات دولار لفيسبوك في عام 2020. لكن التقديرات كانت متوقفة، لأنها افترضت أن واتساب سيصل إلى 1,300,000,000 مستخدم شهرياً بحلول عام 2020. وفي نوفمبر عام 2017 رفعت فوربس تقديرات الإيرادات لواتساب، والتي تتراوح من 5 إلى 15 مليار دولار، مع متوسط الإيرادات لكل مستخدم يتراوح بين 4 إلى 12 دولار. وحالياً ونظراً لأن إمكانات تحقيق الأرباح في واتساب بعيدة عن التحقيق حتى الآن، فيمكن توقع أن يكون للمنتج مساهمة متزايدة في الإيرادات الأساسية لشركاته الأم في السنوات القادمة.